معانا الأستاذة ميري من سوهاج. ألو ألو، ألو، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، أهلا بيكي. دكتور، معايا ابني سنة أولى ابتدائي. أولى ابتدائي؟ عنده فرد عنده فرد حركة. تمام. فرد حركة. تمام، سامعك يا فندم. وبيشتم على طول وبيعمل حركات غريبة كده، استعمل معاه الضرب بيضربني بنتي. زعقت معاه بيشتمني بيضربني وبيسمعش الكلام خالص. قولي لي يا مدام ميري، هو عنده اخوات اكبر منه صبيان او رجاله يعني؟ كان معاه اخته اصغر منه بسنه، معاه اخ عنده سنتين ونص. طيب هو بيلعب في الشارع كتير طبعا كده؟ اول ما بيلعب مع حد يروح بيضربه. ايوه، يعني هو اقصد بيلعب في الشارع صح؟ اه. طيب يعني هي الالفاظ والحاجات دي واخدها من لعبه في الشارع؟ على طول، ما بيبطلهاش خالص. لو لعب على الكمبيوتر ما يرضاش يطول، ممكن ياخد من الساعه 6 لغايه الساعه 9 بالليل. ينزل الشارع وما يرجعلكيش للساعه 9 بالليل؟ لا، بيقعد على الكمبيوتر. بيقعد على الكمبيوتر فتره طويله. تمام. طيب واللي بيسمع على الكمبيوتر يطلع يحكي للناس بره، اي حد يحكي معاه، ممكن اي حد يشتمه ويخش اي بيت غريب زي كده يا دكتور. طيب انت عرفت منين ان هو عنده فرط حركه؟ انا من لما كنت بسمع في التلفزيون. اي يا دكتور، شخصت ان هو كده يعني. عشان يعني انت اللي شخصت؟ ما بيقعدش خالص ساكت في البيت. طيب تمام. بص يا مدام ميري، اول حاجه فرط الحركه ده احنا لازم يكون في اختبار يقول لنا ابننا عنده فرط حركه او تشتت انتباه. ده مش بمجرد ان انا اسمع حاجات في التلفزيون فاقول على ابني ان هو عنده كذا او عنده كذا. اي حاجه، اي اضطراب سلوكي لازم يكون تشخيصه من خلال اخصائي، لان انت لما هتعامليه على ان هو عنده فرط حركه هو بالفعل هيبقى عنده فرط حركه، مش عشان هو اصلا عنده فرط حركه. عشان انا دايما بقول له انت شقي، انت ما بتقعدش، انت ما بتهمتش، انا نفسي اشوفك وانت قاعد مره. الكلام ده هو اللي ممكن يخليه يبقى عنده السلوك. فاحنا لما نقول على ابننا ان هو عنده فرط حركه او تشتت انتباه او عنده توحد او اي اضطراب سلوكي، محتاجين ان هو يكون من خلال اخصائي. في عندنا نظريه، النظريه اسمها التعلم الاجتماعي. ما ينفعش ان انا ابني يكون طول الوقت قاعد في الشارع، قاعد بيسمع الالفاظ، قاعد بيشوف الناس بتتعامل ازاي في الشارع، وبعد كده اقول له ما تقولش الكلام ده او ما تعملش الكلام ده، لان هو غصب عنه الكلام ده بيتخزن في اللاواعي وهو لسه في اولى ابتدائي. يعني هو عنده مثلا 7 سنين او 6 سنين، فهو كل الحاجات دي بتتخزن عنده في عقله الباطن. لما يجي يعبر عن مشاعره هيجيب منين؟ هيجيب من المخزون اللي هو خزنه من الشارع. فطبعا رقم واحد ان هو ممنوع ان هو ينزل الشارع، لازم يبقى الموضوع مقنن جدا. هينزل عند مين؟ هينزل يلعب مع مين؟ مين الناس اللي بيلعب معاهم؟ ده لازم يكون انت تحت السيطره، ده رقم واحد. رقم اتنين، التلفزيون او الالعاب الكمبيوتر او اي شاشات ما تزيدش عن ساعه او ساعتين في اليوم متقطعه، وتكون كنوع من انواع المكافاه، ما تبقاش يعني بدون ضوابط. الحاجات دي هي اللي هتخليكي تعرفي تسيطري على ابنك، لان لو هو عنده 7 سنين والنهارده انت بتكلميه بيرد عليكي وبيشتم، طب بعد سنتين ثلاثه هيعمل ايه؟ فلازم تستخدمي سلطتك معاه. وفي عندنا حاجه اسمها اعاده المشهد. اعاده المشهد ده معناها ان اول ما يقول كلمه غلط او اول ما يقول كلمه مش عجباني اقول له اقف، نقول الجمله دي مره ثانيه بس بالتعبير اللي ينفع نقولها بيه. مرة في مرة هيبدأ إن هو يغير، بس أهم حاجة إن أنا أمنع عنه المصدر بتاع المعلومات اللي هو بيجيبها، مصدر الشتايم ومصدر الزعيق اللي هو الشارع والناس اللي بيتعامل معاهم.